نبتدي حلقتنا وموضوعنا بالبداية مشاهدينا بهم كل المصريين دون استثناء، بحيث أصبح الحصول على مياه شرب آمنة من الأمور صعبة المنال وحلم لملايين المصريين، حيث كشف تقرير حكومي صادر عن وزارة البيئة عن وصول تلوث مياه الشرب بمصر إلى مراحل معقدة بيصعب مواجهتها. فلنتابع هذا التقرير. على عكس كتير من الدول العربية، مصر ما بتعانيش من أزمة في وفرة المياه، وده مع امتداد نهر النيل من الجنوب للشمال. ورغم كده مصر بتعاني من أزمة كبيرة، وهي تلوث مياه الشرب بالجراثيم، واللي بتمتد يوم بعد يوم ومن محافظة للتانية. أسباب تلوث المياه في أسباب كتير جدا، أسباب على المواطن نفسها، وأسباب نتيجة بعض الموروثات اللي هي مش مظبوطة. هنقول أول حاجة، المواطن هو بيجي يعمل إيه؟ بيخش بيوصل لوصلة خلصة من الشبكة بتاعتي، اللي هي إذا كانت ماسورة مية بيخش عليها وبيكسرها من غير ما يتعاقد معايا، وبياخد وصلة وبيوصلها لبيته اللي هو بناه في أرض زراعية أو بناه بدون رخصة، وبياخد كده المية بتخرج من عندي فيها قدر من الكلور. الكلور بيبقى ماشي زي ما انا قلت لحضرتك قبل كده، بيبقى ماشي في قلب الماسوره مع الميه زي الجيش، بيحميها من اي ملوث دخل. لو اي ميكروب او ملوث موجود هو بيهاجم الميكروب ده، هو الميكروب بيموت والكلور دوت بيموت، فبالتالي بيقل ذره من ذرات الكلور اللي موجوده في الميه. انا النهارده بديها بواحد ونص لاتنين ملي جرام، عقبال ما بتوصل البيت عندك لازم على الاقل ألاقي قدر ولو ضئيل من الكلور، يبقى أنا أعرف إن المياه وصلت لك سليمة. المياه بتتعرض للتلوث من داخل الشبكة نفسها، يعني الشبكة في شبرمنت شبكة قديمة بقالها عشرات السنين، بالذات خصوصا في بلدنا ألاقي مشاكل مياه كتيرة جدا مع كبار السن، ألاقي أمراض الكبد، أمراض الكلى، كل يوم والتاني رايح القصر العيني، رايح المستشفى الفلانية. والمشكلة دي حلها في ايد الحكومة، بالنشر الحكومة ومحافظ الجيزة، ان يجي بس يبص على الناس دي، لان الناس دي ناس هنا ناس فقراء وحياتهم المادية بسيطة جدا. وحتى المية وحشة على الحموم وعلى شعر العيال، كل المية اللي هنا بايظة خالص، وعلى الله بس انتوا الكلام اللي بتقال دي يتنفذ ويجي لنا مية نظيفة فعلا. الدراسات اللي اجراها متخصصين في سلامة المياه في جامعة اسيوط وضحت ان حوالي 60% من مرضى الفشل الكلوي والتهاب الكبد الوبائي بسبب المياه الملوثه. دي اسمها محطه فلتر، ميه نظيفه. احنا بنبيع الميه عشان ما فيش ميه في البلد هنا نظيفه، ميه الحنفيه هنا وحشه، بتنزل على الصرف، بنقيسها احنا بالجهاز الاملاح، بتطلع 37 38 على حسب اللي انت عايز تظبطها، ونطلعها بقى بعد كده احنا نطلعها 20 30 على حسب طعم الناس. اللي بيقولك الزبون مثلا عايز طعم ميه نظيفه، وفي وحده تعقيم هنا 7000 جنيه بس، وحده تعقيم بتعقم الميه. ناس عملوا بالجهود الذاتيه، عملوا محطات ميه تحليه بفلتر الميه، ويجيب فلتر بدرجات متوسعه عشان ينقي الميه ويدي لي ميه كويسه ان انا اقدر اعيش بيها، اخد منه ميه صحيح بكلفني بس بقدر اشتريها اضمن صحه لاولادي. ومعهمش مقدرين انه يشتروا جرك الميه بجنيه ونص، فاحنا بنقول لهم تعالوا شوفوا الناس بتشرب ازاي، عايشه ازاي، ميه ملوثه جدا، لا ما تنفعش اصلا للحيوانات. وكل الميه اللي بنستعملها للطبيخ والاكل والشرب بنشتريها من بره، مش شرب بجنيه ونص. انا كل يوم ممكن اشرب 5 جنيه ميه، ما ينفعش. وبسبب تلوث المياه وخوف الاهالي على اولادهم من الامراض اللي مالت جسمهم، ده خلاهم يشتروا الميه اللي هي ابسط حقوق. بسبب تحول نهر النيل لمصب للصرف الصحي والزراعي، المصريين فقدوا الأمل خلاص في التعامل بإيجابية مع أزمة تلوث المياه، وده بيهدد بكارثة صحية كبيرة في الأحياء الفقيرة.